صباح الخير يا شباب، شلونكم؟ الشباب اللي قاعد تسألنا على تلبسة الحمامة، هاي الحمامة تلبست قضبت انت مزبوط؟ انتهى قصتها، اضبها قضبها يا حبيب. يعني جاي يسألونا شلون جاي لبس الحمامة وشلون تطور الحمامة. يعني الحمامة شغالة جهاز شبكك حاضر انت، هاي هي أول شيء تلبس الرجل يكون شبكك حاضر انت، شغل الثواني يعني العملية ما هي. أنا البطل قاعد ألبس العز. بطل قاعد ألبس هذي بالضبط قاضبة هالقلبة هاي شغلتها بسيطة جدا يعني لأنه يقول لك نحن هذا وهذا مسمار هين هذا مسمار وبيخيط 10 أمتار يعني أي حركة مباشرة الحمامة تشلط أي حركة يشلط المسمار ومنشلط المسمار بعدها شو يصير يعلق بشوك يعلق بأي شيء حمامك بين رجليك تقلبها القلبة هاي تحكمها بالقلبة بس مو شي تكسرها وهاي شبكتك حاضرة ها هاي الحامة الثانية مثلا ها هاي التلبيسة تلبيسة شغلته بسيطة انت معير كل شي سبقة وتكون مهير حالك مجهز لك كل شي سبقة يعني حتى ما بداعي حتى تدحق انت عليها وشو جعت تلبس يعني تكون عيونك انت برا هي شي جعت مراقبة جو وجعت تلبس والتشليح نفس البرنامج التشليح بس تشلحها من هير اول شي تشلح حال بعدين تشلح شبكة خالصة بإذن الله والثقالة لازم الثقالة البحري لازم الثقالة يا شباب البحري قوي لازم الثقالة العزاني حاط كل شبكة مسمار وهذا النوب مسمار بيو 10 أمتار 15 متر اخر النوب نحطه بالرجل الثانية تبع الحمامة هذا مسمار حاط بيه خيط وهذا مسمار النوب حاط بيه خيط هذا رجل حمامة وهذاك بشبكة يعني ترى ضروري بده ثقالة البحر بده ثقالة البحر قوي ومسافاته بعيدة وفالكم النادر إن شاء الله والسلام عليكم.